أكد وزير الثقافة أحمد هنو أن ملتقى العاصمة يعد نقطة انطلاق قوية لسلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعتزم قطاعات الوزارة تنظيمها اختباعاً لتقديم الخدمة الثقافية للعاملين بالدولة وأبنائهم بالمراحل العمرية المتعددة. أضاف وزير الثقافة أن الملتقى يستهدف خلق بيئة حديثة متكاملة ومتطورة تحظى فيها الثقافة والفنون بأهمية كبيرة لتفعيل أهداف الدولة في بناء الإنسان لتعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على التراث.